مرحبا متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة خنيفرة. مازال حتى الآن ساكنة زيان خارجة تحتفل بالفوز المستحق لأسود أطلس. خليكم معنا في هذه الجولة في عاصمة الأطلس زيان. أجواء جد رائعة، أمطار الخير تتعطل في هذه اللحظات في مدينة خنيفرة. كل شيء خارج فرحان، دراري صغار نساء، كل شيء خارج فرحان بهذا الفوز، وهنيئا لأسود أطلس بهذا الفوز المستحق، وعقبال انتصارات أخرى إن شاء الله. وعلاش لا ما نفرحوش بكأس العالم ونفوزوا بهذه الدورة ويكون من حق الشعب المغربي أسود الأطلس. رغم برودة الجو كل شيء خارج فرحان، كل شيء نسى البرد، نسى كما تشوفون الناس مازال خارجة، كل شيء فرحان بهذا الفوز المستحق لأسود الأطلس. هنيئا لجميع الشعب المغربي بهذا الفوز، نتمنى أنه يبقى أجواء رائعة بمدينة خنيفرة تزامنا مع التساقطات المطرية اللي استبشرت بها الساكنة خايف. برد الحال إذا متتبعي قناة شوف تي في اللي جداد معنا في البث المباشر، حنا الآن تنتواجدو بمدينة خنيفرة. مازال احتفالات متواصلة بعروس الأطلس، أطفال شباب نساء كل شيء خارج، كل شيء فرحان. نتمنى في الماتش الجاي كذلك نشوف هذه الفرحة في جميع المدن المغربية والمنتخب المغربي. كما تشوفوا الساحة المعروفة أنا بوسط خنيفرة أزل، ومازال الناس يتوافدوا ليها، شباب نساء كل شيء خارج. غادي نحاولوا نوصلوا للساحة المشهورة هنا في خنيفرة المعروفة بساحة الخيل أو أزلو، باش نقول لكم الأجواء الاحتفالية مع الشباب ومع ساكنة خنيفرة على هزيج المنطقة أحيدوس. كل شيء خارج ناشط فرحان، فرحانين حتى بهذه الخيرات السماوية اللي من علينا بها صدر بأمطار الخير اللي خلات الساكنة تخرج فرحانة
وتكون العيد عيدين، فوز المنتخب وسقوط الأمطار مدينة خنيفرة. أجواء رائعة جدا من مدينة خنيفرة. إذا متتبعين قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في البث المباشر من مدينة خنيفرة. شباب ناشط فرحانين، لا زالت الاحتفالات متواصلة بمدينة خنيفرة. شباب شيوخ نساء أطفال كل يوم فرحان بعد الفوز المستحق لأسود الأطلس، نتمنى فوز من بعد فوز. أجواء جد رائعة بمدينة خنيفرة. متتبعينا الأعزاء، هنيئا لنا بهذا الفوز، هنيئا لنا بهذه الفرحة، هنيئا لنا بهذا الأمطار الخير اللي كتشاهدوا الآن بمدينة خنيفرة. الجمهور الخنيفري، سكان مدينة خنيفرة كلهم ناشطين، وسكان المغرب كافة كلهم فرحانين بهذا الفوز بهذا. لا أستاذي بخير، هاني الله يحفظك، شكرا. كتشوفوا ناشطين الناس بهذا الفوز هذا، اللي كنتمناو إن شاء الله يدوزوا المقابلات الأخرى بنقط أو أهداف مشرفة، ولما لا علاش لا ما نفرحوش حتى حنا بكأس العالم. كيف ما كتشاهدوا فرحة عارمة، وكذلك رجال الأمن مساكن واقفين باش يسهلوا عملية المرور، وما يكونوش حوادث، وما يكونش ازدحام، وما يكونش اكتضاض. فهذا هذا صراحة كنبغي نوجه النداء للناس أنهم يحتاطوا، فعلا هذه فرحة كتخلينا نخرجوا ونفرحوا، ولكن نحتاطوا ونردوا البال، فراه الازدحام كيقدر ينتج على كوارث. كيف ما كتشاهدوا الان واحد الفرحه، رجال السلطه بجميع التلاوين ديالها خارجه لتنظيم حركه السير وحركه المرور عفوا. وكيف ما كتشاهدوا واحد الفرحه، كل شيء اهازيج امازيغيه مدينه خنيفرة. ونزيدو نقربوكم الأجواء الفرحة، أجواء النشاط، أجواء صراحة تثلث الصدور فرحا بتساقطات المطرية، وكذلك فرحا بالفوز المنتخب المغربي. كيف ما كتشاهدوا كل شيء ناشط، كل شيء فرحان، نتمنوا الفوز بجميع المباريات الجايه ان شاء الله، ولما لا ما نفرحوش بكاس العالم، فكل شيء ممكن. تحيه للمنتخب المغربي اللي لعب صراحه، اللي قدم الجهود ديالو. وحنا معاكم بوسط مدينة خنيفرة، احنا في وسط مدينة خنيفرة، أجواء الفرحة، كل شيء فرحان، كل شيء ناشط. تزامنا مع المعرض الجهوي فراه كل شيء ناشط صراحة، كل شيء
ما قداسهم فرحة، صغار كبار أطفال شيوخ كلشي فرحان. فهادشي فعلا كيتلج الصدور، ولكن ما ننساوش أننا ناخذ الحيطة والحذر، لأن الطريق كلشي ربما وصلني حاليا أن بجميع المدن المغربية مبلوكية الطريق بالفرحة ديال الجمهور المغربي بفوز المنتخب المغربي بجوج أهداف للهدف مقابل المنتخب الكندي. إذا كما كتشاهدوا أعزائي المشاهدين، كبير وصغير كلشي فرحان، كلشي ناشط كلشي فرحان بالفوز المستحق المنتخب المغربي وعقبال المباريات الجاية. كلشي ناشط كلشي فرحان، أطفال شباب نساء، صراحة كلشي فرحان بهذا الفوز هذا. الأعلام المغربية ترفرف هنايا في ساحات خنيفرة، كلشي فرحان بالمنتخب المغربي، كلشي ناشط. كنتمنوا المزيد من التألق للمنتخب المغربي في جميع المباريات القادمة، وحقوا الفوز المطلوب والفوز اللي احنا كنتمناه منذ سنين. الحمد لله المنتخب المغربي بين في المباريات أنه فعلا يعول عليه، ورجعنا الأمجاد والأطلال ديالو، فالحمد لله. كيف ما كتشاهدوا فرحة عارمة، كيف ما كتشاهدوا فرحة، كلشي ناشط، نساء رجال أطفال شباب شيوخ كلشي فرحان، وفعلا فرحنا بهذا الفوز المستحق المنتخب المغربي، واللي فعلا ردونا الامجاد ديال الامجاد الكرويه القديمه. صراحه هادشي كيفرح، وهادشي كنتمنوا المزيد من التالق، المزيد من الفوز، المزيد للمنتخب المغربي، ولما لا نحصلوا على الكأس إن شاء الله. وألف تحية لرجال الأمن ورجال السلطة اللي واقفين على قدم وساق باش يسهلوا عملية المرور وما يوقعوش حوادث سير. كل شيء إن شاء الله يمر في أمان، تكون فرحة تدوز إن شاء الله بسلام وما يوقعوش خسائر. فألف تحية لهم رغم تساقطات المطرية اللي كتشهدها مدينة خنيفرة، إلا أنهم متحملين فقط باش كل شيء يمر بسلام. إذا متتبعين قناة شوف تيفي، الفرحة ديال اليوم نسات ساكنة خنيفرة السهرة اللي كانت مبرمجة في ساحة أزلو بحضور فنانين محليين وشباب، ولكن الناس اختاروا أنهم ولكن ساكنة خرجات تحتفل بالطريقة ديالها، ما مات لا صرا لا مريض لا والو، بغاو يخرجوا للشارع ويعبروا على الفرحة ديالهم والمساندة ديالهم لأسود الأطلس، وبغاو يشكرهم بطريقتهم الخاصة، وبغاو يهديوا هذا الفوز للرياضي الأول بالمغرب وصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، والله يطول في عمره ويخلي لنا الأسرة الملكية اللي هي الحمايه ديال البلاد، ونتمنوا من ربي يطول لنا في عمره، وتنهديو هذا الفوز من مدينه خنيفره. اذا متتبعين قناه شوف تيفي، ما زالت الافراح وما زالت
الناس تتوافد على الساحة المشهورة أنا بخنيفرة، ساحة أزلو المعروفة بساحة الخيل. الكل جاي يعبر على الفرحة ديالو بطريقة ديالو، وهذا نداء للناس اللي في الطريق اللي تنتبهوا ياخذوا الاحتياطات ديالهم ويسوقوا بواحد السرعة اللي تكون منخفضة باش ما تسببوش حوادث سير. راه كاينه الشتاء وكاين انزلاقات وكاين صحاب الدراجات اطفال، كلشي تيحاول انه يقطع يعني كلشي ياخذ الحيطه ديالو وينتبه باش هاد الفرحه تكمل. وما بغيناش نشوفوا شي اسره حزينه ان فقدات شي واحد او لا بسبب حوادث سير. نتمنوا من الناس انهم يخدموا عقلهم ويمشوا بشويه، راه شويه القضيه قاصحه لان كاين اطفال قاصرين اللي خارجين بلا الخبر ديال مولين داروم تيقطعوا الطريق الشارع بواحد الطريقه اللي شويه صعيبه. واخا كاين رجال الامن تيحاولوا انهم يرشدوهم، ولكن كثيرين الدراري صغار. نتمنى حتى من الاسر اللي عندها شي وليد صغير تشدوه مزيان في يديها باش ما يكونوش حوادث سير. اذا متتبعي قناه شوف تيفي، هذه هي الاجواء بمدينه خنيفره. مازال الناس تيتوافدوا على ساحه ازلو، مازال الناس باغيين يحتفلوا بهذا الفوز المستحق لاسود الاطلس. كل شيء خارج فرحان بالشتاء وبهذا الفوز. نتمنوا من ربي يدوم على بلادنا الافراح والانتصارات ونزيدوا لقدام ونرفعوا الرايه المغربيه في جميع بقاع العالم. وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. إذا متتبعين قناة شوف تيفي، إلى اللقاء في بث مباشر آخر من مدينة خنيفرة لنقل الأجواء الاحتفالية بالمدينة.